السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، بخير حنين. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي تكون تتمة الفيديو اللي سبق ديال يعني المرحلة ديال البدال اللي حنا في الوقت ديالها اللي هو فصل الصيف. إن شاء الله غادي نطرقوا لجميع الأمور اللي ذكرنا في الفيديو الأول، يعني بشكل ملخص يعني ويكون سهل الفهم ديالو بالنسبة يعني جميع الإخوان. كما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الطيور كيبدلوا الريش ديالهم، مع اول حاجه هو ان الريش كاع ما كيتجدد وكاع ما كيغوجينيري راسو، يعني كاع ما كيعاود يصلح راسو. الا تهرسات الريشه ما تقطعات من النص ديالها ما كتعاودش تجدد راسها ولا تكون راسها عاوتاني. الريشه محتوم عليها ما غتبدل حتى العام الجاي، ولا حتى طيح من الجذر ديالها عاد يمكن ليها تطلع عاوتاني مرة أخرى. أول حاجة نبغيو نعرفوها هي كيفاش يعني حتى الطيور كيدخلوا في ديك الحالة ديال البدالة، وشنو هما العوامل اللي كيخليو الطيور يبدلوا. يعني اول حاجه خاصنا نعرفو هي اللي يعني الطيور اللي صحاح ديما كدخلوا في البداله كل عام في نفس ذاك الوقت، والطيور اللي كيكونوا عايشين ستريس والمالاز والتربيه ماشي هذيك والمكان ماشي هو هذاك والخلعه ديما واكسترا ما كيدخلوش ليها في يعني في الوقت ديالها المناسب. يعني الحاله النفسيه ديال الطير كتلعب دور مهم بزاف من هذه الناحيه. ثاني حاجة الحرارة اللي كتلعب حتى هي دور مهم جدا من هذه الناحية، بمعنى أن الطير كيكون عارف باللي وخا يعني ينقص منه الريش ولا يطيح الريش، البرودة اللي غتخليه يعاني ولا يمرض بها ولا يموت بسببها ما كيناش، درجة الحرارة يعني طالعة، يعني الطير ما كيخافش من شي حاجة أخرى يعني تقدر تصيبو بسبب البرد، يعني مع الجو ديما سخون. وأي طير خاصو يبدل الريش ديالو في الفصل ديال الصيف، إلا فاتو هاد المرحلة غادي يعاني في الفصول الأخرى، وكيقد توصل به قضية حتى الموت، لأن الريش صراحة كيف قد دوك الزيوت ديالو اللي كتحميه من الماء لامبيرميابل ما كيبقاش يدخلوا الماء، وكيبقى حتى الليونة ديالو في الطيران، ويعني وكيولي الطائر كيعاني من بزاف الأمور ومن بزاف النواحي. دونك لهذا خاص الطائر ديما يبدل في الوقت ديالو ويخرج من البدالة في الوقت ديالو. بالنسبة للإضاءة حتى هي كتلعب دور كبير كما معروف، فصل الصيف سوية الإضاءة كتكون طويلة ماشي بحال الفصول الأخرى اللي كتخلي يعني في الصيف كتخلي الطائر يتغذى لفترات طويلة باش يتمكن من تلبية يعني الحاجيات اليومية ديالو من التغذية اللي متنوعة، باش يقدر يعني يطلع ذاك الريش يعني اللي يطيح كامل وباحسن شكل واحسن لون، يعني باش يبقى معاه ويحميه من الفصول اللي جايه، يعني بحرارتها ولا برودتها يعني ولا الامراض حتى هي اللي تقدر يعني تصيبه الى ما بدلش الريش ديالو يعني بهذاك الشكل الصحيح.
وحتى يعني البداله اللي كيخرج منها الطير مزيان ويخرج في ذاك الشكل اللي زوين، يعني كيساعدو باش يعني يثير الانتباه ديال الاناث في يعني في الوقت ديال التزاوج. هذه بالنسبه يعني للذكور، الذكور اللي عندها كما كنقولوا حنا كسوه زوينه، يعني ريش مقاد زوين وكذا، كتكون عندهم الحظوظ باش يعني يتزاوجوا اكثر من هذوك الطيور اللي الريش ديالهم ما بقاتش ولا ما كاملش ولا شي حوايج يعني بحال هكا. هاد جوج نقاط اللي ذكرنا بجوج كيلعبوا دور مهم في انتاج هرمونات اللي خاصه بهذه المرحله ديال تغيير الريش، والهرمون اللي خاص بهذه المرحله واللي يعني كيحفزها هو هرمون الثيروكسين اللي كي تنتج في الغده الدرقيه ديال الطائر، وهي الغده اللي مسؤوله على يعني البداله ديال الطائر، يعني اللي بدورها كتزيد هرمون الثيروكسين في الجسم ولا الدم ديال الطائر اللي كتخلي دوك يعني البصيلات او الجدر او المسام اللي كتنبت منهم الريشه انهم يطلقوا ديك الريشه، يعني ترخفوا يعني ديك الريشه، ديك الميكانيزم اللي شادها كيترخف كيولي يعني اي حاجه تقيس ديك الريشه ولا هو يلعب باب منقارو ولا يعني حكام اي حاجه يعني كتولي سهله باش تطيح، يعني غير يقدر يجر غير بشويه بالمنقاره ويحيدها، ولا غير ملي يكون يعني كيدوش بالماء ولا الدوش ديالو يعني يطيح الريش ديالو. مراحل تبديل الريش عن طائر، بالنسبه لطائر الكناري ولا الحسون ديما كنلاحظوا ان الطيور كيبداو الريش اللي طويل اللي هو يعني السيوفة، ويعني اللي كيكونوا هما الاولين مع يعني الريش ديال الديل ديالو، وفي الاخر كيولي يعني كيسوس الريش ديال الستر والظهر يعني بواحد كثافة كبيرة. ما كاين فرق ما بين الريش الرقيق والريش الكبير، يعني الريش الكبير اللي كيعاون الطائر في الطيران هما اللي يعني السيوفة ديالو اللي هما الجناوح، والديل ديالو اللي كيعاونو في التوجيه ديالو هو طائر. هاد الجوج هما اللي يعني كتكون عندهم الأولوية، وكنلاحظوا ديما أن الطائر ما كيطيح يعني ريشة حتى كتكون يعني الريشة الأخرى جاية منبشة، ديما كتبدأ عنده يعني بحال واحد الديكالاج كيبان لك ريشة طالعة واحد شوية وواحدة راه طويلة ديك هي اللي كطيح، دونك باش تبقى ديما عندك هذاك القابلية للطيران ماشي يسوس كلشي ويبقى ما يطيحش، ضروري خاصو يطيح. المدة ديال تغيير الريش بالنسبة لهذه المرحلة كتبدل من مربي لمربي، هو اللي يقدر يحكم على المدة اللي ياخذوا الطيور ديالو في البدالة. بالنسبة للمربي عنده يعني الشمس والتدواش والتغذية متوازنة وكيخدم بالمكملات يعني اللي صراحة هي ضرورية في هذه المرحلة. كتكون هذه المرحلة قصيرة ما بين يعني واحد 54 حتى 50 يوم اللي طولات. اما بالنسبة للمربي عنده غرفة ما مشمشاش والدوش مرة مرة، والطيور يعني كيعتمد غير على الحبوب في هذه المرحلة، يعني كتولي عدة يعني المرحلة كتقدر تطول ما بين حتى 60 يوم وما فوق، يعني شهرين وما فوق. وبالنسبة يعني المربي اللي كي يعني بدلوا عندهم الطيور حتى لوقات هذه الشتاء خاصو يعرف باللي راه خربق الساعة البيولوجية ديال الطائر، والأجواء اللي مربي فيها الطيور ديالو ماشي صحية وماشي في المستوى باش تحط يعني في الطيور فيها، ويعني وباش يكسب يعني طيور يعني صحاح يعني وممتازة خاصو يعني يحترم كل مرحلة وكل فترة من العام وشنو اللي يعني كيكون فيها. التغذية ديال الطيور في هذه المرحلة، التغذية كتلعب واحد الدور كبير في هذه المرحلة، هي والراحة ديال الطيور، هادو بجوج كيخليونا يعني حنا والطيور ديالنا
يعني كندوزو هذه المرحلة بأقل الأضرار والخسائر. التغذية في جميع الفصول خاصة تكون يعني متوازنة، يعني ما بقاتش في الكثرة مي في الجودة ديال في الجودة والقيمة الغذائية ديال التغذية اللي كنعطيو للطيور ديالنا. بالنسبة لهذه المرحلة خاصنا نركزوا على البروتينات، يعني من أهم مصادر ديالها بالنسبة للطيور هما الحشرات أو البيض، وهادو بجوج كنلقاهم في لي باتيل اللي يعني ولاو متواجدين بكثرة وبأشكال كثيرة. ولكن كاينة واحد النقطة، يعني القيمة الغذائية أو البروتينات في هذه المنتجات كتكون ناقصة شوية، يعني من الضروري نزيدو عليهم واحد جوج مكملات. كنعاود نقول مكملات ماشي الأدوية، مع باقي كنسمع بغيت دواء ديال البداله، بغيت دواء ديال التزاويج والهياجه، يعني مكمل اللي صراحه غادي يزيد لينا من النسبه ديال البروتينات في الباطي، لان وليو يعني اللي غنوليو نقدموا للطيور ديالنا. يعني بالنسبه صراحه بالنسبه ليا انا كنعتمد على جوج ديال المكملات اللي هما سبيرولينا والخميره ديال البيره، يعني اللي كي صراحة كلشي ولا عارفهم، ما كاينش شي واحد ما عارفش اللي قلت ليها جوج مكملات صراحة. وكي كيحتويو على نسبة مهمة من البروتينات والأملاح المعدنية، يعني ملي كتزيدهم كان يعني كنولي عارف باللي عطيت واحد الكمية ديال البروتين اللي غتكون كافية للضحك. تاني حاجة اللي حتى هي مهمة بزاف وهما الفيتامينات اللي ضروري خاصنا نمدوهم للطيور ديالنا في هذه المرحلة، يعني باش نبقاو مدعمين يعني النمو ديال الريش، ونبقاو محافظين على جهاز المناعي ديالهم، ونبقاو محافظين حتى على يعني الصحة الداخلية ديال الطائر. ثالث حاجة اللي هي مهمة جدا هي الأملاح المعدنية والكالسيوم، هذو من ضروريات الإخوان اللي خاصنا نوفروا للطيور ديالنا في هذه المرحلة. كاين مكملات غذائية يعني كتوفر على أملاح معدنية وكالسيوم في دقة واحدة. بالنسبة ليا سبيرولينا يعني كتعطيني هذه الأمور جوج، مي النسبة ديال الكالسيوم تقدر تكون قليلة، دونك نقدر نزيد واحد شويه ديال يعني نقدر نزيد شي مكمل ديال الكالسيوم بحال كالسيوليكس ولا شي واحد اللي معروف مزيان. يعني وهاد الامور يعني كامله كنزيدوهم مع الباطي، فيما كنقدموا الباطي اللي كنعطيو كنزيدو عليها هاد المكملات. وبالنسبه للفيتامينات من احسن يعني حاجه هي تعطى في الماء، مع كيكون الحال سخون الطيور كيشربوا بزاف، دونك نعطي في الماء ونخلي التاثير يعني ديالو يعني يكون ممتاز على الطيور ديالي. وبالنسبة يعني البرنامج ولا الطريقة، كاين اللي مجرب شي برنامج وخرجو يعني مزيان، خرج لي طويرات بخير، يبقى خدام عليه. بالنسبة لي أنا صراحة غنولي نعطي يعني الباطي ولا كنعطي الباطي جوج مرات في السيمانة، والفيتامين جوج مرات في السيمانة، وجوج أيام اللي كتبقى يعني منظف ديال الكبد، ونهار اللي هو النهار السابع ما نعطي حتى شي حاجة، يعني وغادا هكا تتسالي يعني المرحله ديال الابدال. بالنسبه للمناعه ديال الطيور، المناعه بصراحه كتقل في هذه المرحله، يعني بسبب ستريس وهرمون اللي هو معروف واللي هو هرمون الكورتيزول اللي كتنتج يعني بكثرة في هذه المرحلة، يعني بسبب قلة الراحة ديال الطائر وداك الستريس اللي داخل فيه. هذا الهرمون كينزل من المناعة ديال الطيور، وكينزل من هرمون التستوستيرون بالنسبة للذكور، داكشي علاش كتشوفوا بزاف ديال الطيور يعني كيسكتوا في الوقت ديال البدالة. اذا في هذه المرحله من احسن الحوايج اللي نولي ونزيدوا على الباطي ديالنا باش نخليو الطيور ديالنا في صحه جيده هما مضادات الحيويه الطبيعيه، ما نعطيوش الكيميائيه لسبب باين هذه ما نتفهموش عليها. يعني نقدروا يعني بهذوك لي برودوي كيميك نقدروا ناثروا على الجهاز المناعي، يعني ونخرجوا عليه بمره كاع،
يعني وحتى الرجل ذاك يعني الضوء يعني يقدر يتسبب في شي تشوهات فيه. وهذه القضية هذه كيعرفوها أصحاب الحمام بزاف، يعني الحمام ديال السباق راه كيعرفوها بزاف هاد القضية هذه، وما كيعطيوش الدويات الكيميائية في المرحلة ديال تبديل الريش باش تحصلوا على يعني حمام اللي ريشو يعني امبيكابل. مع الريش هو هو الحمام، ما كانش عندك الريش ديال في الصحراء الحمام ديالك غادي يتعذب. امور اللي هي طبيعية وكتخدم ك يعني مضادات حيوية نذكر منها تقريبا واحد 6 ولا 7 المكونات، اللي هما اول حاجة غنبداو بها هو العكبر. العكبر اللي صراحة تقدروا تلقاه عند الناس اللي كيبيعوا الامور ديال العسل الحار وغذاء الملكة وطلع الناخير، داكشي يعني كيكونوا شي ناس مختصين بهاد الامور كيبيعوا العسل وداكشي، راه كيكون عندهم العكبر هو وحبوب اللقاح. حتى حبوب اللقاح كيكون عندهم. وكاين زيت الحبة السوداء، ماشي زيت السانوش، حنا كنقولوا ليه السانوش هي الحبة السوداء، لا هذه زيت ديال الحبة السوداء تقدروا تلقاوه في الحبوس. بالنسبة للناس ديال كازا تقدروا تلقاوه في الحبوس ولا في شي بلاصة بحال هكا، شي حاجة اللي تكون اوريجينال، ماشي داكشي المخرمز اللي كيتباع عند العطار وداكشي، راه ماشي حبة سوداء داكشي. حاجة أخرى اللي تهي ولات مزيانة وموجودة هي البودرة ديال الثوم. البودرة ديال الثوم راه امبيكابل. هذه كتجربتها واحد الأيامات مع مقنين كنت درت ديال الكويكو، راه ما شاء الله، راه ما تشوفوش المرض إن شاء الله. وبودرة ديال الزعتر حتى هي، والبودرة ديال الزنجبيل يعني سكنجبير حتى هو بودر. هادو كاملين نقدروا نوليو يعني نعطيوهم للطيور ديالنا ان شاء الله، غادي يعني نقصوا من فرصه العدوى ولا الامراض ديالهم في هذه المرحله بشكل كبير مع الدوش اللي يعني غيكون يومي، يعني ومع يعني حتى نقدر ننظفوا ليهم يعني من 2 ولا حتى 4 مرات في السيمانه، راه مزيان يعني لا توفرنا الوقت يعني. والتغيير ديال الماء يعني خصو صراحه يكون يومي، التغيير ما في المرحلة يكون يومي، مع ونحطه معه واحد شوية ديال خل التفاح مع الماء صراحة باش نخليو الطيور ديالنا يهضمو مزيان. إلا كان مع خل التفاح كيتقاد ليهم الهضم كي يعني وكي يعني كيعقم ليهم حتى يعني الجهاز الهضمي ديالهم في نفس الوقت، يعني بجوج الحوايج بجوج دقة واحدة. دونك هادشي اللي كاين الإخوان، ونتمنى يعني تكون الامور بسيطه يعني ومراحل تكونوا فهمتوهم يعني ايتاب بار ايتاب. وحتى البرامج تقدروا يعني من هاد القضيه هذه تقدروا تخرجوا شي برنامج ديالكم اللي هو خاص على حسب الوقت ديالكم يعني والامور اللي عندكم في الجيب. مع الجيب كيلعب دور كبير الاخوان.